24 زوار متتبع موقع جديد نيوز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دردشة قبل إفطار اليوم 24 من شهر رمضان الموسم الثالث، هذا تكون كتعلق بقسم تقني بجامعة الجديدة. علاش القسم التقني؟ لأنه هو اللي كيكون في علاقة مباشرة مع الساكنة، وأي تهاون ولا تقصير في أداء الواجب كتكون نتيجة بين ديريكت على المواطن الجديد. بداية خصنا نعرفوا بأنه راه المنتخبين راه واخا هكاك راه ماشي هما اللي كيتسموا وكيسيروا الجماعة، وماشي هما اللي كيراقبوا الشأن المحلي، وإنما الموظفين ديال الجماعة هما اللي كيكونوا أون كونتاكت مباشرة مع جميع المرافق اللي كتعلق بالمواطن والخدمات اللي غادي تعطى المواطن. لأن الجماعة القسم التقني مثلا بلاصة النظافة هما اللي مكلفين بالتتبع ديال الصفقة ديال النظافة إلى آخره، بلاصة الصيانة هما اللي من المفروض عليهم أنهم يديروا الصيانة ويديروا المراقبة ويديروا التتبع ديال الصفقات إلى آخره، يعني كل واحد وعنده واحد المهمة ديالو منوطة به. بداية كنشوفوا هذه راه ديكور كيبان زوين، هذا الديكور هذا ها هو كيبان، ولكن ملي كتقرب حداه كيبانش لك ديكور، وانما كيبان لك عباره عن قنابل موقوته. البدايه هما دوك السلسلات اللي شادين هاد لي فاز هادو، هادوك السلسلات كيف غادي تشوفوهم هما كيبانوا لكم مصدين، باقيين شاده فيهم ديك الستيكه هي اللي باقا شاده. اذا هاد مكبر الصوت هو كيف كتشوفوه شاد هو غير بواحد هذا. والخطير في الامر هي ان هذه الساحه حيت حنا كنتواجدوا، خطير في الامر هذه الساحه حيت كنتواجدوا حنايا كيجيو كيديروا فيها معارض، وها النتيجه ها هي هذه كتا غادي تبان لكم مايله. شوف بعدا الارض، شوف الارض كي دايره، شركه النظافه يعني هنا غادي نجمعوا شحال من حاجه، شركه النظافه انتم شوفوا الارضيه كي دايره. ثاني حاجه هذا هو كيبان مشقوق، ها هو هنا كيبان مشقوق، لان واحد النهار جات واحد الشاحنه بداو كيحطوا في داك الشيء ديال داك المعرض اللي كان غيدار هنايا، وتقلوا على هذه البلاصه هذه. هانتوما شوفوا كي دايره. ثالث حاجه هما هرسوها هنا، ثالث حاجه هما هرسوها من هنا، هما دخلوا فيها وضغطوها هي علاش مالت الجهه الاخرى. دونك هنا ما كاين لا مراقبه لا حتى شي حاجه. اذا هنا هذه ميساج الاول اللي غادي نعطيو للقسم التقني، ما كايناش غير هي، ها هي كتبان لكم مايله، راه كاينه حتى الاخرى في الجهه الاخرى، يعني هما جوج. النقطة الثالثة هي هاد جوج لعيبات هادو شكون اللي حيدهم؟ ها هما كاينين بحال هادو، لهي راه هما بقاو الكابلاج راه باقي عريان، ها هو من هوك، يعني الحاجة هاد الأمور كنلاحظوها، ماشي يلاه والدات اليوم، ولكن راه منذ مدة، كيطيح بوطو ديال الضو كيعمروا بلاصتو في السيما، كيطيح شي ديكور من هادو كيخليوها بلاصتو خاوية، كيطيح حيط كيخليوه بلاصتو خاوية، ما كاينش ديك القضية ديال التتبع ومحاولة المعالجة ديال الأمر وتغيير الحاجة إلا خسرت. كارثة. المهم النقطة الثانية هي هاد المدارة ولا هاد المحور هذا اللي جا حدا في الأخر ديال شارع محمد السادس اللي كان كيتعرف في شارع الجامعة العربية، وهي هاد لي فونتين هادو اللي كانوا داروا، هاد لي فونتين هادو اللي بقات ليهم من سميت فونتين غير ديكوراسيون من الفوق، ولكن من التحت مياه راكدة. هانتوما كيف كتشوفوا حسب المعلومات اللي استقيناها فهاد الامر هذا كيتعلق بعد ما خسروا المحركات ديال المضخات ديال الماء اللي غادي يجبدوا الماء ويضربوه الفوق ويقادوا كما كانوا في واحد الوقيته اللي ملي خدموا فيه على نعطى واحد الرونق جميل لهذا الشارع هذا. وكان انسان ملي جا داخل من دار بيضاء كيلقى قدامه هاد الديكوراسيون هذه، خسروا المحركات بثلاثه ولا كان واحد ربما عطيهم بثلاثه، المهم دبروا راسهم. ليسونسيل كان هناك عطب وقع، ما تعالش هذا العطب لان الشركه اللي كانت مكلفه بالصيانه مشات، دونك خلاوها بحال هكا. راه كارثه، كيبان لكم النوار هنايا، كيبان لكم هاد النويويرات وهادو،
كما كيقول لك المزوق من برا تخبرك من الداخل، هنا في الداخل كيف غادي يبان لكم. ها انتم اكياس بلاستيكيه مليوحه، دونك يعني في غياب صيانه، في غياب واش هي بقات في هذا النوار هذا. دونك هنا ميساج ثاني موجه للقسم التقني وخاصه السي عزمي المكلف بهذا القسم هذا، مفوض له تدبير هذا القسم هذا، وكنقولوا لي بانه هذه النقطه هذه حتى هي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. دابا حنا الان في واحد المكان الساحه الملكيه. الساحه الملكيه نسبه الى مقرر احدى الدورات في الجامعه الجديده، واللي تخصص بانه غيكون هاد الساحه هذه اللي امام مسرح حفيفي، المسرح البلدي سابقا، لانها غادي تكون ساحه ملكيه. اون فاس معنا كنشوفوا ملك بن سيمون. هذا ملك بن سيمون اللي من بعد المقرر ديال الدوره ديال الجماعه كان تقرر باش انهم ما غاديش يبقى، بطبيعه الحال ما خاصش يبقى تعطي شي رخصه ديال البناء، يعني البني ما خصوش يبقى، لان هذا البلاصه خصها تريب، لان البلان اللي كانوا تعطاه ديال ساحه ملكيه هذا ملك بن سيمون كامل كان غادي يحيد. غادي تبقى واحد الرون بوان كبير هنايا، المسرح هذا عفيفي غيكون هو الرون بوان كبيره، لكن خرج باشا واحد الوقيته وقال لهم زينوا وديروا تزيينه، وهم استغلوا الفرصه وبناوا اير بلس ان، وهي راه كانت اير ولات اير بلس ان. هاد النقطة هادي غادي نتجاوزوها، لأن داكشي بينهم بين المسؤولين. حنا النقطة ديالنا اللي كنهضرو عليها هي هاد لي فونتين اللي أمام مسرح حفيفي، تا هما خسروا هادو، وكيف كنشوفو هنايا الخز ولا يعني الطحالب يعني ماء راكد، يعني واش غادي نلقاو حنا العام اللي جاي لقانا نخسروا اموال طائله على بحال هذه المشاريع هذه. وفي اخر المطاف عوض صيانه خفيفه كان خصها دار، واخا يديرها الانسان من عنده تتولي بتغيير المدخه وتسليك القنوات وما عرفت شنو اخر ثاني، بالرغم اننا عندنا واحد الملاحظه بخصوص لومبلاسمون ديالنا. اصلا هاد لافونتين علاش مديوره هنا كاع؟ فونتين كتبغي ساحه بحال هذيك ساحه البريجه ولا هذيك هنايا. بعد اولا ملي كيجيو الناس هنايا خاصه في وقت الدروه ديال العطل، وكتخدم هاد الفونتين ملي كانت كتخدم الله يرحمها مسكينه، راه كان ما كيطرش على عباد الله مع البرد لحقاش، راه حنا حدا البحر خصهم يضربوا الحساب لهاد الامور هذه، ما خصهاش يديروها بحال هكا. كاينه نقطه اخرى حتى هي، وهي اللي لابد ما نتيروها، وهي اللي قلنا قبيله بانهم اللي كتخسر الحاجه ولا كتهرس الحاجه ما كتعوضش. هنا كيف كنشوفوا سبق وقعوا جوج حوادث سير، وحده البطل ديالها هو البطل ديال جائزه محمد السادس ديال تبوريده في معرض فارس، هو اللي دخل في هادو بجوج حيدهم قلعهم. الثانيه البطل ديالها شخصية بارزة معروفة، هو اللي هرس هذه كاملة هذه الحديدة اللي كانت هنا هي اللي تهرست حادثة سير، وهرس هذا العود اللي كان هنايا، بالرغم أن العود هنا تا هو براسو ما كاين حتى شي لونتروتيان كما كنقولوا. شوفوا غير المساحة هنايا، شوفوا الاسباس فير هنا كي ولا المساحات البنية ولا المساحات السوداء كما كنسميها دائما في المقالات. دونك هنا شوفوا المساحات كي دايره. اذا واش مصلحه حوادث السير واش سجلوا هذه ضد هذاك السيد اللي هرسها ولا لا؟ الا سجلوها ضد هذاك اللي هرسها، علاش القسم التقني لحد الان باقي ما رجعش هادو ما دارهمش؟ وعلاش ما صدرش اي بلاغ عن الجامعه يقول لهم دير هذه النقطه هذه كتعلق بهذه الحاجه اللي ماشيه ولا بحال الحاجه اللي مرسها، راه صافي راه حنا لقينا كذا كذا كذا. وهذا يوحي لنا على التجسيم ديال الراس ديال المغفور له محمد الخامس،
اللي تسرق من حديقة محمد الخامس دون أن يتم تعويضه لا بمجسم آخر لا بتا شي حاجة أخرى. بقات بلاصتو وبقات شاهدة عليه هذيك النقطة هذيك والأمر هذاك، وهذيك راه داخلة في التراث والتاريخ ديال المدينة الجديدة. كان على الأقل يشوفوا شي وحدين يجيو ويديروا شي فنان تشكيلي ويرسم يدير تما كاينه شي نحت، ولا يشوفوا شي واحد كيدير هادشي ديال الالومنيوم، ولا يدير هادشي ديال لارجون ويعاودوا يصاوبوا تمثال اخر. الى هنا تنتهي حلقه اليوم، والى دردشه قادمه بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله.